بلدنا ما بيعرف إلا يموت ويعيش، ما بيعرف إلا يخلص من حرب ليشهد على حرب تاني، ومن عدوان لعدوان تاني. هيك عاشوا جدودنا، هيك عاشوا أهلنا، وهيك نحن عايشين. ما في جيل مرق على لبنان ما عاش الحرب بعد، وما عنا توقع إنه يجي جيل جديد إلا ما بده يعيش الحرب وإلا ما بده يذوق هيدي الطعم البشعة. عطول اللبناني بحالة انتظار، بحالة ترقب، بيتمنى انه نخلص من الحرب، وعطول باحلامنا بنقول بدنا نخلص من الحرب وبلدنا بده يروق، ولكن تفكيرنا على طول مشغول. اذا صار في حرب جديده وين بدنا نروح وشو رح نعمل وكيف بنتصرف؟ وبعد ما صارت الحرب داخليه للاسف، صار لنا حرب جوا ابشع من اللي برا بين اللبنانيين، اذا صار في عدوان جديد هل جاهزين اللبنانيين انهم يستقبلوا بعض؟ خلينا نشوف التقرير ونرجع نتناقش نحن وياكم فيه. بيزعم أبداً أنه في خطة طوارئ لهذا الأمر. إحنا بالبلد فيش خطة طوارئ للسير، إحنا بس نحل عجقة السير بالبلد بيبقى مصير نفكر بشي تاني. إذا تكررت الحرب من جديد مع دولة إسرائيل أعتقد أني أول الهاربي من هذا البلد، لأنه الذي عاش خلال 33 يوم، خلال هذه المأساة، أحدنا أصبح لديه السكري، أحدنا أصبح لديه الضغط، وكيف؟ ها، زد على ذلك لم نلاقي أي تجاوب، ها، ولو بكلمة شكراً. ما تعلمنا للأسف، ما تعلمنا. نحن وقت الحرب نفكر شو بدنا نعمل، يعني الحديث كان مرة إنه إسرائيل مأجلة حرب أو بتأجل حرب، وكون عندها كم واحد بعدنا أصلا كمامات مشلحتها ترد الكيميائي عنهم، بتأجل حرب. العنصر الفرد كتير مهم بالمجتمعات الإسرائيلية للأسف. نحن مجتمعنا ما بعرف كتير رخيص الشخص، كتير رخيص. الصمود والجهوز والجهوزية لمقاومة عدو من العدو هذا هو بيتطلب الثلاثي المقدس اللي طرحوه مقاومة وجيش وشعب بشكل أساسي، إنما في شيء بيتطلب كمان غير هيك، هنو الشعب اللي بده يوقف معك بده يكون مجهزه بثقافته، بأدائه، بانتمائه، بولائه، وتأمنه، ملجأه، أكلاته، مستشفياه، كل الظروف اللي ممكن تدعم صموده. هدول نحن للأسف مش موجودين. فيما لو وقعت حرب جديدة على جنوب بحجم الحرب الماضية أو أقل، حتى نقول يعني لبنان غير مستعد، لأنه فورا الإنسان ينزح. ليش؟ لماذا ينزح؟ لأن الدولة ما اهتمت بمسببات صموده. الناس اللي فتحت بيوتها فيما مضى رح تفتح بيوتها اذا لا سمح الله تكرر هذا الامر. لو صار حرب تموز جديد 2012 2013 وما كان صاير 7 ايار و5 ايار ونحن يهود ونحن عملاء لاسرائيل، كنا حطيناهم بقلوبنا حطيناهم، بس وين بدك بعد تستقبلهم؟ كيف اني كيف لهم عايزين يجوا لعنا وقايل عنا نحن يهود؟ بعد ما صارت أحداث 7 أيار واللي سبقت أحداث 7 أيار، ما بعتقد إنه بقى حدا بيستقبل بأي منطقة أو أي عائلة بيروتية بعد ما تعدى على حرمتها ب7 أيار وانقتلوا شبابها وتعدوا على نسائها. أصلاً اللي صار ب7 أيار يا محلى أحداث 75،
75 بتعرف كانت بيروت مقسمة، بس وقت اللي بفوتوا عندك بالشوارع ويحكوك كلام يطلع كلام منهم كأنه طب نحن قتلنا الحسين؟ ما بحكي باسم كل المنطقة، بحكيك باسمي وباسم الحاشي اللي حاول منا نستقبله وطلق بعيوننا وبقلوبنا وببيوتنا، وأهلا وسهلا فيهم إن في حرب أو ما في حرب، وسبع أيار وغير سبع أيار كله بينتهي قدام العدو الإسرائيلي. لو السياسيين نسوا سبع أيار جرح سبع أيار الشعب ولا ممكن ينساه. الناس اللي استضفتهم بالألفين وستة ببيته عائلة وأولادهم من حزب الله وكانوا بالمعارك وأنا حطيتهم ببيتي، هلأ بيشوفوني على الطريق ما بيقولوا مرحبا. ما عندي مشكلة يعني أهلا وسهلا بحطهم بعيوني، بس هني أهل إذا صار عنا شيء بيستقبلونا بعيونهم مثل ما نحن مستقبلهم بعيوننا، ونحن بتمنى من الله إنه ما يصير حرب بلبنان. خلاف بلبنان منه خلاف مذهبي، خلاف سياسي، في متعصبين ما عم نقول لك لا، نحن عنا متعصبين وهني عندهم متعصبين وأي طائفة بلبنان فيها متعصبين، بس بالنهاية بيروت بتستقبل كل الناس. نحن ما بنسكر بابنا وش حدا، بس اللي بيشعر بنفسه إنه إذا أهل بيروت يوم من الأيام وقتل شهدائنا وأساء إلى مقدساتنا و بعتقد أنا في فئة معينة مضللة يمكن أوتوماتيكيا ما حييجوا. في مشكلة، في مشكلة للأسف الوضع اللبناني حاليا بده رجلجة شوي. العائلات اللي كان السبب الأول بتصور هلأ صعب تستقبل، بدها شوية تعاود هيك ترجع اللبنانيين يحبوا بعض أكثر. وهي بنشتغل عليها، وهي بنشتغل عليها. هالتقرير مش استباق ولا توقع لحرب جديدة، بس لازم نكون واقعيين على طول ولازم نحكي الأمور مثل ما هي. طول عمرنا عايشين بحرب، حرب جوانية بين بعضنا، بس الحرب يلي عم نحكي عنها ويلي بدها تحليل أكتر واللي بدها وعي عند كل اللبنانيين هي الحرب المتوقعة وكيف لازم نتصرف. للأسف يلي مبين من هيدا التقرير إنه في نقص كتير كبير للوعي، في احتقان مذهبي طائفي عند قسم كتير كبير من اللبنانيين وعند معظم اللبنانيين، وهيدي المشكلة، هيدي الحرب الأكبر وهيدي الحرب البتطول. ضيوف التقرير اللي هني أصحاب الاختصاص والخبرة والأكيد مثل ما قالوا أنه نحن لوجستياً أول شيء مش جاهزين لحرب، والأكيد أنه بعد ما تعلمنا نحضر حالنا قبل بوقت على طول لما بتجي الحرب بنصير نقول يا ربي وقعت الوقعة شو بدي أعمل، والأكيد أنه ما في خطة طوارئ بلبنان وما عم نعرف نتعلم من الحروب يلي عم تمرق ومن الأضرار يلي عم تسببها هيدي الحروب. الأكيد أنه ما حدا جاهز لحرب والحرب ممكن تجي بأي لحظة. اللي مش أكيد وواضح من حكي الناس انه في قسم من اللبنانيين ما رح يستقبل خيو اللبناني النازح. هيدا الكلام منه مقبول، هيدا الكلام ممنوع حدا يقوله، وشو ما صار مش رح نتعامل مع بعضنا بهيدي الطريقه. الاخوان يلي حكيوا بالروبورتاج من الطائفه السنيه مش عارفين شو عم يحكوا، يعني بمكان ما عم يحكوا لانه يمكن محروقين ومحقونين مش عارفين شو عم يحكوا. ولحتى اكون واضح اكثر، اوعى حدا يعتقد انه اذا اجت الحرب المراجع السنية الدينية بلبنان والمراجع السياسية السنية بلبنان تقبل هيدا الكلام ورح تتصرف بهيدي الطريقة. وأنا بدعي هلأ كل المشاهدين أنهم يتصلوا على الهواء، بدي أخذ اتصالات من اللي مستعدين يستقبلوا إخواتهم اللبنانيين النازحين إذا صار في حرب على لبنان، بالرغم من كل الجراح وبالرغم من كل يلي صار. ممنوع اللبناني ما يستقبل خيو اللبناني. الأرقام عم تمرق هلأ على الشاشة وكيفية التواصل نحن وياكم عم تمرق على الهواء، وبذكر كل اللي ما عم يحضر بتقدروا كمان تتصلوا فينا عم تسمعوا البرنامج عبر جرس كوب اف ام. مثل ما كنت عم اقول ممنوع اللبناني ما يستقبل خيو اللبناني لو شو ما صار، ممنوع لما نكون بحرب مع العدو ما نفتح بيوتنا وبوابنا لبعضنا، ولا الرئيس سعد الحريري ولا المفتي قباني ولا اي مرجع سني بلبنان بيقبل بهذا الكلام، حتى لو ما نسيته سبع ايار، حتى لو الجرح عميق كثير وصعب. ولا يمكن نخلص ونتخطى الحرب الا اذا وقفنا حد بعض، الا اذا توحدنا. اليوم فينا نقول انه بطل قرار الحرب بايد طرف واحد بلبنان، من قبل كان يلا بتجي الحرب ونحن ما معنا خبر، بعتقد اليوم المعادله صارت مختلفه وقرار الحرب بطل بطرف واحد من البلد، هالمره كل لبنان معني بقرار الحرب والدفاع عن لبنان، او ما رح نعترف فيها هيدي الحرب. مشان هيك بعتقد سياسيا راحت الامور لمحل تاني وصارت الحرب
القرار بده يتخذ من كل الأطراف، سني الشيعي الدرزي والمسيحي معنيين بالحرب إذا صارت. بتقولوا لي ما بدنا حرب، أنا أول واحد بقول الليلة على الهواء ولا حدا من اللي عم يحضر ولا حدا من اللبنانيين بده حرب، لأنه الحرب مش لحتى نتسلى فيها، بس بدنا نتوقع كل شيء بهذا البلد. وبتمنى إنه ما نشوف أو نسمع كلام تحريضي بالإعلام، حطيناهن على الهواء لنفرج الناس قديش الناس محقونة وقديش الناس عندها من الطائفية والمذهبية، ولكن هذا الكلام نحن ما بدنا نسمعه، هذا كلام مستفز جدا سمعناه على الهواء اليوم. معي اتصال من محمد، مساء الخير. مرحبا. تفضل أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، تفضل. حبيب قلبي، بس سؤال، بس بدي أعقب على شغلة. نعم. إسرائيل وقت عم تيجي تضرب هون، بس بدي رد على شوي على هودي اللي ما بيستقبلوا بيوت، لانه اسرائيل مش عم تمقوى عم تضرب، نحن كلبنانيين عم تضرب كل العالم، مش عم تضرب الماروني وعم تضرب الكاثوليك وعم تضرب السني وعم تضرب الشيعي. نعم. لانه اسرائيل هي عدوة الكل مش عدوة الشيعي. هلا اذا انا بدي اكون، اذا بدي احكي بلسانهم، اذا بدي احكي بلسانهم، هن يمكن بيعتبروا انه المسبب للحرب مش هن، يعني انا عم انا انا عم اقول لك يعني شو بيقولوا هن بنفس الوقت انه ما بامر. هلا اذا عم تحكي عن هلا بعد 7 ايار انا بوافقك اكيد اللي عم تحكي. بس سؤال، بس بدي، بس معنا فهمت عليك، بس بدي لك ما بعمرنا نحن واسرائيل حرب، كنا نحن المبادئين الا هن، نحن على طول عم نترقى الضربه، نحن عم ندافع، ما كنا نحن عم نهجم. نعم صحيح ولا نعم. لا نعم. حضرتك من اي منطقه؟ من انا من شمستار. نعم، من البقاع. من البقاع. نعم، بس انا ساكن بيروت يعني. نعم، اهلا وسهلا فيك وبشكر اتصالك. على راسي. ايه بقى طبعا. نعم. بيتنا لكل شيء، وهيدي قصه الحرب اللي صار، هاي اللي صار بيروت، هيدي معلش كل اللي باهل بيروت وبرات بيروت كل العالم بتعرف انه هيدي من ورا السياسيين، نحن اللبنانيين ما قلنا مع بعضنا شيء. نعم بالعكس، انا عم تعتبر حضرتك القضيه قضيه انسانيه مش سياسيه. بالضبط، بكل ما بد وقت بيكون في اسرائيل بدأ ما في شيء، كل بيوت لكل العالم. نعم، شكرا لك محمد، بتمنى من كل حدا حابب يتصل، اذا حدا بعد حابب يطلع معنا على الهواء، الارقام عم تمرق على الشاشه، قديش انتم مستعدين انكم تستقبلوا خيكم اللبناني لما بيصير في حرب؟ وما تنسوا رح يكون اذا صار في حرب لا سمح الله، ونحن ما بنتمناها، ولكن لازم نحلل، لازم نشوف تحاليل سياسيه، رح يكون في ما لا يقل عن مليون، يمكن يوصلوا للمليون نازح، مليون نازح بيعملوا أزمة اجتماعية كتير كبيرة، وهيدي شغلة منا مسحة، لازم نعرف نتعاطى معها، ولازم نعرف من هلأ نكون واعيين. ومثل ما قلنا ما في خطة، إذا صار في حرب بلبنان ما حدا حاطت خطة، ما حدا من السياسيين عامل بلان، عامل خطة أنه كيف بدو يتصرفوا هاللبنانية اجتماعيا، يعني عم بدي أحكي قضية اجتماعية، كيف بدو يتصرفوا مع الحرب إذا أجيت. معي اتصال، مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا، تفضلي. ألو. أنا نعم. أنا عشت الحرب وجربت مؤاساة الحرب. نعم. وشفت عمي وهو ميت، كان عمره 10 سنين مقطع. نعم. وبعدني عايش بالحرب وعشت حرب تموز كمان. نعم. ونحن تهجرنا على الشام. نعم. وأنا بيي ما قبل انفل، إخواتي كلهم فلوا، أنا صمدت، أنا ما بنكر إنه أنا بشرب دواء أعصاب وبعدني عم بشرب دواء أعصاب. نص اللبنانية من وراء الحرب ياخذوا أدوية أعصاب. نعم. صامدي انا بلبنان. بعد 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 قادره تتحملي؟ قادره تتحملي حرب جديده؟ قادره اتحمل، كرمال لبنان باقي بلبنان. أنا. تستقبلي اخواتك اللبنانيين النازحين؟ اخواتي كلهم سافروا، انا ما سافرت. لا لا، عم بحكي خيك الانسان، اذا في نازحين لبنانيين وصارت حرب رجع لعندك على البيت. اوكي اوكي، اخواننا السوريين هلا كلهم عندنا. نحن انا لا مع ولا ضد النظام. واللبنانيين اذا صار في حرب تستقبلي كل اخواتك اللبنانيين؟ على حدا سياسي. نعم نعم نعم، انا تابعه لا الله وبس. نعم، اهلا وسهلا. انا بساعد بضمير اي انسان لزق لإلي. اهلا وسهلا فيك، وانا بشكر اتصالك كمان ورايك على الهواء. اذا بعد عندنا اتصال بناخده قبل ما نختم هذا الموضوع. يلا، مساء الخير. مساء النور، تفضل. اهلا وسهلا فيك، تفضل. حضرتك من الجنوب؟ هيدي اللهجه، هي اللهجه الجنوبيه اللي بنعرفها كلنا، تفضل. جنوبية أكيد. طبعاً، أهلا وسهلا فيك. نحن منقلن للشباب اللي عم يقولوا إنه ما بيستقبلونا. نعم. نحن كل عمرنا منقول هيهات منا الزلة، وبعدنا منقولها وحنكفي نقولها من 1500 سنة. نعم. السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك، وبرجع بقول نحن حطينا هيدي الأراء، وبرجع بقول نحن حكينا عن هيدا الموضوع لحتى نصوب الأمور ولنوعي اللبنانيين كيف لازم يتصرفوا، ولحتى اللبناني يضل
يوقف حتخيل اللبناني، ما نخلي السياسة تفرقنا، ما نخلي الطائفية تفرقنا. هودي الزعماء قاعدين ببيوتهم لما بتصير الحرب، نصهم معهم باسبورات أجنبية بيحملوا حالهم وبيسافروا، ما حدا منهم بيقعد هون وما بيعرفوا المعاناة يلي نحنا منعيشها مع بعضنا. مشان هيك لازم نحنا وياكم نكون أصحاب القرار، ونحنا وياكم نعرف كيف نوعا نتعامل مع بعض كلبنانيين، وما نخلي هيدي السياسة اللي أفسدت هذا المجتمع واللي أفسدت الناس واللي رح تخرب لنا هيدا البلد إنهم يتحكموا فينا أو إنهم يحرضونا على بعض. والأهم، وعندي نقطة لازم نحكي فيها ولا مرة حدا بيحكيها هيك مثل ما هي، صار لنا 10 سنين كل ما حب حدا يترشح أو يعمل نايب أو يفوت بشي حزب معين أو هيدا بيطلع بالإعلام بيحكي عن سلاح حزب الله. منشوف شعارات كل ما حدا حابب ياخد موقف سياسي أو أنه يربح أصوات انتخابية بيحكي عن سلاح حزب الله. زهقنا كل يوم نوعى كل يوم نقرأ على شاشات على المانشيتات هيك من تحت نزع سلاح حزب الله وحزب الله ونزع سلاح حزب الله، شعارات سلاح الموحد وشعارات سياسية. 10 سنين صار لها الشعارات بتطلع على الشاشة ولا حدا تعاطى مع هذا الموضوع بجدية كافية، ولا حدا كان من داخله جدي أصلا لنحل هذا الموضوع. فيعملوا هيدا للسياسيين، يعملوا استفتاء، اسألوا اللبنانيين كلهم بلبنان، عندكم 3 مليون 4 مليون اللي هن يعملوا استفتاء، اسألوهم إذا بدهم سلاح أو ما بدهم سلاح. إذا أكثر من نص بدهم سلاح ما بحدا يطلع يعمل شعارات يروحوا يناقشوه بطريقة تانية، وإذا ما بدهم سلاح حتى نعرف كيف يلتقى هذا الحل. والأكيد التنظير عبر الإعلام وهيدي الشعارات اللي بتمرق على الشاشة ما رح تشيل السلاح. بدكم تشوفوا شو الطريقة كيف المفروض يتوحد السلاح، يصير سلاح واحد ويصير سلاح وطني وشرعي لحتى ندافع كله عن لبنان من خلال هذا السلاح كله. بس وقفولنا بليز شعارات على التلفزيونات، يا ريت كله حطة بلبنان، بس يطلع حدا يحكي عن السلاح ما بقى تمرق له، لأنه 10 سنين وهي ذاتها عم تمرق، هي ذاتها سيدي وعم يبرم وما عم نوصل لمحل. لحتى نختم هذا الملف، كل لبناني مجبور بخيو اللبناني بعيدا عن السياسة. مش ميت لك حدا وهالقد مقهور وحدا من اخواتك او اهلك بالشارع قتل عن على يد طائفة تانية، اذا اجوا لعندك هيدي قضية اجتماعيا وانسانيا مجبورين ببعضنا، اذا اجت الحرب ومجبورين نستقبل بعضنا، بدنا نعض على الجراح وبدنا نعرف كيف نتخطى هيدي المشاكل. اذا بدنا نلحق السياسيين رح نضل كل حياتنا نقتل بعضنا ورح نضل خسرانين، اذا بدنا نربح حالنا ونربح المجتمع بدنا نتعامل مع بعض من انسان لانسان، مش من طائفة لطائفة، ولا من أنا مع الحزب الفلاني وأنا مع الحزب الفلاني، ولا من 8 ومن 14 لأنه 2 خربوا هيدا البلد.